الخبير السياحي محمد كارم رئيس الائتلاف العام لتنشيط السياحة السابق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحياتك طيب. وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير. طبعا احنا تابعنا الاسبوع اللي فات من يومين بالتحديد توجيهات السيد الرئيس بعمل جاد ودؤوب ومتطور للوصول بتجربة سياحية ممتعة ومنتج سياحي أكثر جذبا للسائح الأجنبي. يعني اللي أعلن عنه النهاردة في رأي حضرتك بيمثل إيه من هذه الخطوات يعني؟ طيب هو طبعا خلال الفترة اللي فاتت اهتمام القيادات السياسية بالقطاع السياحي لأنه قاطرة التنمية، وطبعا كلام معالي الوزير النهاردة بفتح تأشيرات لبعض الدول وعلى رأسهم طبعا الصين والهند، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم وزير السياحة الصيني هيكون في مصر لبحث سبل التعاون السياحي ما بين البلدين، وده شيء جيد جدا. وزير السياحة يا فندم؟ وزير السياحة الصيني هيكون الصيني. إن شاء الله طب ده حاجة عظيمة. هيكون ان شاء الله الاسبوع القادم في مصر البحث سبل التعاون السياحي ما بين البلدين. ده بالاضافه طبعا ان معالي الوزير كمان اشار ان الطاقه الفندقيه هتزيد خلال الفتره اللي جايه، بالاضافه الى رحلات طيران هيتم ادراجها على جدول الطيران الخاص بمصر في بعض المطارات. طب اسمح لي عايز اسالك عن برضو الاجتماع ده لو تفتكر بتاع سياده الرئيس، كان فيه الطيران المدني، وزير الطيران المدني ووزير السياحة كابتن محمد منار. يعني عايز أقول إنه التعاون ده إحنا كنا متوقعين إنه يسفر عن هل أنت شايف إنه أسعار تذاكر بتاعت مصر للطيران للقدوم إلى مصر معقولة ولا محتاجة إنها تقل؟ ودينا حلينا هو بعض مشاكل التأشيرة والكريدت كارد اللي بندفع بيه وناخدها بسرعة ومن غير عطلة ولا تعقيد. طيب خلينا بس متفقين على نقطة ان السياحة والطيران هم وجهين لعملة واحدة. طبعا اوكي. احنا عندنا كذا نوع من انواع الطيران، عندنا الطيران العارض اللي هو الشارتر والطيران الرسمي للدولة. اوكي. خلال الفترة اللي فاتت طبعا الطيران العارض اللي هو الشارتر كان فيه اقبال كبير جدا عليه في بعض المطارات زي مطار مرسى علم. ودخول بعض الجنسيات اللي كانت في وقت من الاوقات ما كانتش تيجي مصر زي السائح السويسري والسائح البلجيكي، دول ما كانوش بيجوا مصر من فترة، ابتدى التدفق من الدولتين دول لمرسى علم. بالنسبة كان في كمان يا فندم، كان في السيزن اللي فات كان في اقبال طيب جدا من امريكا الجنوبية على الاقصر واسوان، والحقيقة ده كان يعني شكل لافت، وكانوا بيقولوا ان دول سواح كلاس اي وبيدفعوا كويس وبيصرفوا جايين فعلا عايزين يعملوا تجربة حلوة. احنا فعلا الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت مصر ابتدت تتحط على بعض الدول اللي ما كانتش بتيجي سياحة منها لمصر. أيوة. زي امريكا اللاتينية. أيوة. شيلي والاكوادور والبرازيل. فخلال الفترة اللي فاتت ابتدت السياحة مصر ما تعتمدش على سوق معين بعينه. ابتدت تنوع المنتج السياحي في مصر. وتنوع الثقافات المختلفة للدول، ابتدى دوت يحصل تدفق كبير للحركة السياحية في مصر. نرجع لمرجعنا الاول، ان هل خطوط الطيران مكلفة ولا مش مكلفة؟ الخطوط الرسمية بمنتهى الامانة ونكون صراحة هي غالية جدا. يعني لو حضرتك قارنتها حضرتك لو قارنتها بخطوط طيران اخرى لا ارخص، دي نقطة. تاني يعني نقطة، الاسبوع اللي فات يوم ما السيد الرئيس عمل الاجتماع ده كان معايا خبير على التليفون وبسأله السؤال ده، قال لي لا ده التذاكر بتاعتنا تعتبر رخيصة جدا. لا لا لا، نتكلم بمنتهى الامانة، الناس بتطلب ليه وهي راجعة على مصر للطيران طيب لما هي رخيصة جدا؟ لا نتكلم بأمانة، لا هي غالية، وفي خطوط لازم خلال الفترة اللي جاية تتفتح زي خط طوكيو. يعني خط طوكيو مقفول بقاله فترة. لو رجعت السياحة اليابانية لمصر هيحصل تدفق للحركة السياحية. طب بالنسبة كبيرة للتأشيرات، هل فعلا انت شايف ان دي تسهيلات كبيرة خصوصا اضافة سواح اسرائيليين وايرانيين وفي بلاد ذات توتر زي العراق زي الجزائر؟ بس في نقطة صغيرة، السائح الاسرائيلي والسائح الايراني مش هيزوروا القاهرة ولا الأقصر ولا أسوان.
يعني هو متحدد لهم محافظات بعينها زي محافظة شرم الشيخ جنوب سيناء، مدينة زي شرم الشيخ، طابة، نويبع، الغردقة. وايه ايه الفلسفة اللي ورا الفكرة ديت انها تكون سياحة شاطئية فقط؟ يعني لان هم بيفضلوا قربهم من الدولة، الثقافة بتاعتهم قربهم من دولتهم، بالاضافة طبعا ان في الطيران اللي هو الشارتر بالنسبة لهم هيكون بيجي دايركت على طول. بالظبط، فده هيساعد بشكل كبير جدا على تدفق الحركة السياحية للدول دي بعينها في الأماكن دي. دي بالإضافة طبعا إن السائح الصيني والسائح الهندي اللي معاه تأشيرة مجلس التعاون الخليجي، فده هينزل على مصر على طول سواء سياحة شاطئية أو سياحة ثقافية، فده هيساعد بشكل كبير جدا على تدفق الحركة السياحية من السوقين دول، والسوقين دول بيمثلوا نسبة سياحة كويسة جدا، دول أكبر غزارة سياحة في العالم. بشكرك جدا خبير السياحي رئيس الائتلاف العام لتنشيط السياحة السابق محمد كارم، شكرا جزيلا على وجودك معانا.